سلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياك احمد جناحي، كل عام وانتم بخير. اليوم انا قررت اروح اتسوق. زين يا جماعه، احنا الحين في السيتي سنتر، انا وياي العبد بنحاول نحصل لنا فيلم. كلها الكنكلوجن تقريبا ما حصلنا شيء، يا انه ما في سايز اللي نبيه، او ما في شيء اصلا لان كل شيء مخلص بسبة العيد، او ان الاسعار مبالغ فيها شوي. جابين من الارض وانتي بالمجرة، تهادي على غصن من الليل، وتمادي على القلب ومقرة. عقب افترينا السيتي كله استوعبنا انه ما في ولا شيء، فردت البيت وحدي كنت متنفس، ما راح اتذكر شيء. بريطانيا طلعت للاتحاد الاوروبي، وهاي الشيء سبب ان عملاتها طاحت، فلا فصارت العمله وايد رخيصه. فقلت خلنا ادش النت واشوف شيء اشتري من النت من بريطانيا. اول مكان قررت اني اجربه هاكت. ليش قررت اجرب هاكت؟ لان هاكت ماركه بريطانيه، في نفس الوقت هاكت ثيابهم وايد حلوه. التيشيرتات اللي عجبوني في هاكت هم تيشيرتات استون مارتن. فدخلت على المواقع شفت صناعي استون مارتن، فشفتهم على 70 باوند تقريبا. فدخلت جوجل قلت بحسب تقريبا 70 باوند كم يصير. 70 باوند تقريبا يطلع بالبحريني 34 دينار وشوي، يعني 340 ريال سعودي. انزين، وشنو المواقع البريطانية الثانية اللي ممكن نستفيد منها؟ عندكم موقع amazon.com غني عن التعريف، الكل يعرفه وكل شيء تقريبا فيه. واذا تبون اشياء ثانية سألوا عن جوجل. وبكذي اكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، واتمنى تغتنمون الفرصة وتروحون حق المواقع البريطانية تشترون منها. اللي حاب يتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر سناب شات. باي.